في مذكراته يقول الحاكم المدني العام بريمر أنه من المشاكل التي واجهت الحكومة الأمريكية أننا لم نعثر على مخزون أسلحة الدمار الشامل، فقد قدم الدكتور ديفيد كي بعد عدة أشهر من البحث والتنقيب تقريره إلى اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الذي يقول أنه لا توجد في العراق أسلحة دمار شامل، وأن صدام حسين لم يكن يمتلك آلاف الأطنان من الغازات السامة والرؤوس الحربية لإطلاقها، أو مئات الكيلوغرامات من عوامل الحرب البيولوجية القاتلة، أو المنظومة الصناعية والمواد الانشطارية اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية. وتقول مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس في مذكراتها أنه في غمرة تصاعد المقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية سألت زميلها ستيف عما إذا كان الرئيس قادر على الاعتراف بعمق الحفرة التي وقعنا فيها في العراق، وكنا متفقين أنه يدرك ذلك تماما، لكنه وكما قال ستيف رجل عنيد. إلا أن الرئيس بوش يعود في مكان آخر من مذكراته ليتخلى عن عناده ويقر بخطيئته في غزو العراق، فيطلق عليها عبارة خطأ ارتكبه هو ومعاونيه. يقول الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مذكراته إن الأحزاب اليسارية وكردة فعل على عدم العثور لدى صدام على أسلحة دمار شامل قد قالوا كذب بوش ومات الشعب، لم يكن أحدنا يكذب ولكننا كنا جميعا مخطئين، وبالرغم من أن العالم الآن أكثر أمانا بعد الإطاحة بصدام إلا أن الحقيقة هي أنني أرسلت القوات الأمريكية إلى معركة تستند إلى معلومات استخباراتية اتضح أنها خاطئة، وتلك كانت ضربة ساحقة لمصداقيتنا، أو بمعنى أدق لمصداقيتي أنا التي قد تهز ثقة الشعب الأمريكي بي.